يا روح قلب عمتك، لو تعرف قديش ناطف قلبي على شوفتك ورجعتك بالسلامة من فرنسا، لو تعرف قديش فرحانة بشهادتك. حبيبي انت يا عمري. الحمد لله على سلامتك يا حسام، ومبروك عليك التخصص. الله يسلمك عمتي، خلينا اياك يا رب. عمتي انا جاي وحامل معي اهداف ومخططات واحلام كثيره، ما حدا رح يوقف بوشي بالوقت. احلامك مرسومه واهدافك محققه، ونحن خططنا لها ونفذناها كمان. بس يا عمتي انا مو هيك كنت مفكر ابدا. انت رح يكون في لك مستشفى خاص باسمك، واكيد رح تكون مشهور من قبل ما تبلش كمان. ومثل العاده اللي ماشي على العيله كلياتها، المصاري رح تنحط بالبنك مشان تزداد ثروه العيله، وانت اكيد ما رح ينقصك شيء كمان. بس يا حكمة خانم، أنا بينقصني حس بالاستقلال بعد كل سنين هالتعب والدراسة اللي عشتهم برا، وارجع أحس حالي حر التصرف بأموال المرحوم أبي. بكل الأحوال أنت هلأ روح ارتاح من السفر، وبعدين بنحكي بموضوع الشغل. ما في بعدين! أنا اللي عندي قلته، ولا رح أحرمك من كل شيء، مفهوم؟ عمتي والله العظيم هتظلم، يعني لأيمتى بدها تضل تتحكم فينا وبحياتنا؟ مو الحق عليها، حق على جدك اللي كتب الورثة كلها باسمه وخلى رقابنا تحت ايدها. أنا آسف حلف، بعرف إني خيبت لك أملك بلقاء مليان حب وأحاسيس ومشاعر، بس بصراحة عمتي حكمة نزلت علي كل مخططاتي، مفكر أرجع أسافر بصراحة. ترجع تسافر؟ ما انت كنت جايه من السفر ومبسوط وفرحان انه بدك تتقدم لي ونخطب، عن جد عم تحكي؟ هلا انا كنت جايه ومفكر انه كل ابواب الدنيا رح تكون مفتوحه قدامي، رح افتح مستشفى خاص لإلي وبيتي لحالي، وافتح مشاريع خيريه كثير، بس بصراحه رجعت لقيت عمتي مثل ما هي، مثل ما تركتها، متسلطه متجبره. ما بعرف حسام شبك؟ حاسستك انه انت حدا غريب، واول مره بشوفك وعم بتعرف عليك من جديد. يعني بس عم تحكي بالشغل وبالمصاري ليه؟ لك حتى بمخطط حياتك ما ذكرتني كلني على بعضي. هلا حتى انت كمان بدك تدققي على كل كلمه بحكيها؟ مو ناقصني غير انت كمان؟ لا خلص ما رح دقق يا سيدي، تكرم عيونك. على فكره رح اتركك لمشاكلك ومخططاتك وبيت أهلي وبتعرفوا، وإذا بدك يعني تجي بتخطبني ماشي؟ أنت السالفة الساعة بإيدك؟ ساعة تنتين و17 دقيقة. 17 دقيقة صار ماضي على موعد الشاي. لك وينه هذا؟ لحق يوصل من السفر لحتى يلحق يطلع من البيت؟ بصراحة حسام كان زعلان كثير. يعني يا حكمة خانم كان فيك تكوني ألطف شوي مع الولد، راجع من السفر مبسوط وطاير عقله بشهادته وطموحات الدنيا كلها قدامه. شو سرمت خانم؟ يعني عم تشدي الحافنة ابن أخوك المدلل؟ نسيتي حكمة شو عملت بتيم ابني يعني؟ لا خلص تبعها! كل واحد عم يشتغل لمصلحة العيلة. صحيح انه الاموال كلياتها مكتوبه باسمي، بس كل واحد عم ياخذ المصاري على حسب تعبه وشقاه. بس يا حكمه خانم، يعني كل شيء عم نشتغل فيه انا وابني عم نحطه بحساب العيله بالبنك. اما انا لاني ما عم بشتغل ما بيطلع لي شيء من ورثه ابي. فينكم تقولوا لي شو ناقصكم انتوا الاثنين؟ تشربوا شاي.
بصراحة أنا مستغرب إنك مستغرب ومصدوم. يا أخي عمتك وبتعرفها. ليكني أنا أكبر مثال قدامك. قتلت لي طموحي بالمرة. عم اشتغل بالشركة مثلي مثل أي مهندس عادي. لا عنده طموح ولا عنده أحلام ولا عنده أي ميزات. قتلتني. بتعرف شو يعني قتلتني؟ قضت على مستقبلي نهائيا. ومع هيك خلاص قبلت وسلمت. بس أنا ما فيني أكون مثلك دايما. أنا مستحيل اسمح لها تقتل لي طموحاتي وأحلامي. يا أخي أنت على قليل رح تفتح لك مشفى، رح تسلمك إدارتها. لا صحيح ما رح تكون حر التصرف بالأرباح وكل يوم بدك تروح على البنك وتحطهم، بس على قليل يا عمتك كريمة رح تخليك تصرف بكيفك. وأنا ما فيني أكون مثلك يا تيم، مستحيل أرضى بهالشيء. اسمع يا حسام، أنا اليوم خليت المحامي يمشي بوراء المستشفى اللي أنت رح تكون مديرة، ووصيت لك على معدات وأجهزة ما في منها بالبلد كلياتها، وكنت ناوية بعد ما أمن مستقبلك إني جوزك. وبما إنه أنت اخترت بنت عادية وما أنا من مستوانا، فلا تجبرني بإنه أنا أروح معك لعند منهم، لأنهم هدون ما نون من مستوانا. مفهوم؟ بس مشان أثبت لك إنه أنا ماني ضد حدا بالعيلة. بس يا عمتي حلا مهندسة قد الدنيا وأهلها ناس كتير خلوقين. برجع بقول لك بإنه هدون ما نون من مستوانا. ألو يا حبيبتي حدا، مشي الحال وافقت عندي. جهزي حالك وخبري أهلك أنا جاي أطلبك. مثل ما عم قلك حبيبتي، مثل ما عم قلك. يلا يلا جاي. حسام من وقت ما تجوزنا وعمتك خانقتني، والله العظيم ما بعرف ليش هيك عم تساوي فيني. اليوم قلعتني من البيت وصلت فيها لهون. شو بقى عمتي؟ وصلت معها المواصيل لهون؟ لك شو بقى عجنت يعني؟ والله ما بعرف، بس هي من الأول ما بتحبني ومو طايقتني، وأنا مو من مستواها. أنا ما بقى قدرانة أتحمل. أنت بدك تختار يا أنا يا عمتك والورثة والمشفى تبعك. شو عم تحكي لك حل؟ أنت بتعرفي إنك عندي بالدنيا كلها، بس خلاص عمتي صار بدها حل وأنا رح لاقي هالحل. والله شلون رح تلاقي حل وعمتك حدا كتير قوي وما بينقدر له؟ ورح يكون الحل قانوني. لا تاكليها. انتي ما احترمتي انها مرتي، ما احترمتي لا وجودي ولا كياني ولا عبرتيني حتى. انا بس بدي افهم على شو كل هالتكبر، على شو لك يا عمتي؟ بس لا لا عمتي لهون وبس. اذا عمي وعمتي ما عرفوا يوقفوكي عند حدك، انا هون لوقفك عند حدك. لا لا عمتي لا، هو مو لحاله، كلنا معه. انت ما احترمتينا، قتلتي طموحنا، سرقتي احلامنا، لك دفنتينا ونحن عايشين. لك مرتي صارت تعتبرني تشتوش وخروق بسببك. انت روحتي لي هيبتي قدام كل الناس وخليتيني خشخيشه بايدك طول عمري. انت تكبرتي وتجبرتي، صار لازم حدا يوقفك عند حدك. شوفي عمتي، يا بترجعي لكل واحد فينا حقه، يا اما المحاكم والحجر الصحي بيناتنا. حجر الصحي؟ أنا حكمة خانم حجر صحي؟ على كل حال كل واحد رح ياخد حقه ومصرياته، لشوف كل واحد فيكم شو رح يطلع بإيده وشو رح يقدر يعمل لحاله. خبروا المحامي إنه أنا عم بستناه بالمكتب.